الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى ومهاتسن مركوري برنامج كيني الطريق إلى الجنة أما تبت جنة حلقة وحلقة سدحات ونكسو قادن إنو أسباب تقفك الجنة وكو قلي وكو مدن الجنة إنو قادو ما أنتو حسو قادن دونا حديث أسوس علي الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه ومسند الإمام أحمد ما لبضن بارقصه صاري حديثك أصول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشيغي صدح الرموت قف كي سمعي وكد ذا لصدح ذا الرموت إن أجنة سنة بدقليا وكد ليه وحاوليه النبي عليه الصلاة والسلام يسوعنا له الضيوب يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاوليه يا أيها الناس دادو دادك قمام بار الله ضياء لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحال الله صلى الله عليه دادك أدمها دمانتي مع الله صلى الله عليه رسالة دي سعام ضياء مركب النبي قلها يا أيها الناس دادئه وحب الله إن ناطريه وحيالها الجنة هادان سمينو سن بدقليا أو تعب لباتي مشقي سن كجرين عن جنة كجرين وحاولوه رئيسي أفشو السلام سلام تفافية سلام تبضية سلام قف آد قرن إيسو يقف هذا قرن من لبضبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف والبوء مسلم وكاسو واربحبا السلام ضد بأيام يمرق كاهر بعضنا تقول هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكولية يميوه يخانا سيدا ما السلام توحى لو قلت لك لي إلا فافيو أو لبضيو نبي محمد بان أمر يو أمر أفشو السلام سلام تفافية سلام تبضية أرنك اللبات وأطعم الطعام مساكين تنقودية أقومها فقرضة مساكين تدنيرتا ضد كتب عليسا وحو النبي قلوا أمر يا إن أنقودينو إن أنكالمينو إن أنعاوينو محايلي واسو من أسباب دخول الجنة وحيالها الجنة اللي قلت ليه أي كبير طهيب أرينك صدحة وحو النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا والناس نيام تكذا ددك أو هردو حلق ددك أي هرديان سديد ساعة تضوى ساعة سقال ساعة تضوى ساعة ملاس حلق ده سديد ساعة إلا سقال ساعة وكلا ددك هرده ده سفي عن أيهو بحيسو او خوردو اي دادكو مركاسي اي خورين ايان اي هردان حلقا ايضا النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه تكذا وصلوا تكذا والناس نيام دادكو او هردية تكذا انت صدات سميسان حلقا دادك اي هردية النبي تكذا محنو ليه وحل اشتستس مجرو قفا اشتس ملو اخلاص كحلقا ساوفيا ددك ويهردان قف كاور قبا مجرته حل ياسر إلهي سبحانه وتعالى هرددا إمعان تهيبات صوكعي مركاسا الوجه إلهي سبحانه وتعالى إيهر إستاقيسا
iyo salaantiisa ayaad ku raaxaysanaysaa. Waana xilliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo degayo samaau duniya uu leeyahay ay baryayoona jiibaa dembi dhaafi ay weydiisanayoonu dembi dhaafaa. Xilligaasuu nabigu nagu tarbiyeynayaa inaan soo kacno, xilligaasuu nabigu nagu tarbiyeynayaa inaan alla subxaanahu wa tacaala calaaqo aan la yeelanno. markaasaa nabigu wuxuu ku gebagabeeyey saddexdaa arrimood haddaad samaysaan tadkhulu ljannata bisalaamin, jannada waxaad ku gelaysaan nabadgelyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalladiisa markaan fiirino hadallo kooban ayuu wax dhan uu kugu sheegayaa oo macno weyn xambaarsan. waxaan ku soo gebagabeynayaa xadiidkan markaan fiirino labo dhan labadaba kamun tegin. dhinaca ugu horeyso wuxuuna barayaa mucaamalatu nnaas ama mucaamalatu lkhalqi, khalqiga sidaan oola dhaqmi lahayn, aadamaha sidaan oola dhaqmi lahayn, oo waa sidee aadamaha sidaan oola dhaqmi lahayn? dadka inaan salaanno, wejiga aan u furfurno, xaaladooda aan weydiinno. arrinkaasi waa afshu salaam, salaanta faafiya. arrinka labaad ee tafakur ama waxa la yidhaahdo isku duubnaanta ama iskaalmaynta bulshada ayuu ka hadlayaayo, wa acimu ltacaama, masaakiinta quudiya. tafakur ijtimaaci, yacni dadku inay ay iskaalmeeyaan oo isku duubnaadaan. labadaa dhinacba, dadki oo la salaamo iyo dadku oo iska warqaba baahiyadooda oo isku gudo, labadaa khalqiga iyo aadamaha sidii loola dhaqmi lahaa iyo sidii loola mucaamulan lahaa. dhinacii ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo xagga alla subxaanahu wa tacaala dhaqankii iyo mucaamaladii rabbiga kaala dhexaysiina uu ka hadlayo wuxuu leeyahay nabigu, wasalluu wannaasu niyaam, tukada dadka oo hurdayo tan waa calaaqa maca allah, sidaan ilaahay oola dhaqmi lahayn. waxaan rajaynayaa inaan saddexdaa arrimoodoo nabigu uun amray jannadana nabadgelyo aan ku gelayna haddii aan suubinno inaynu ku dadaali doonno oo xoogga aan saari doonno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.